عليكم الله وبركاته. اليوم الخامس نحاول نوصل قرش لابو فله. زي ما تشوفوا جبنا مايك جديد، فان شاء الله صوت كله تمام. هذا المايك جاني هديه يا شباب، فيعطيهم الف عافيه اعطوني اياه. والحين خطتنا اليوم يا شباب بنروح ندور مكان يقدر يوصلنا في المجمع هذا حق الباصات، تمام؟ فبنروح هناك وبحاول اطلع تذكره او بطاقه حقتهم عشان نقدر نروح ونستكشف عمان. امس جمعنا 28 دينار و95 قرش يا حبيبي. الحين نقدر نشتري تذكره الطياره، بس باقي الاشياء الثانيه، لانه الطياره ما راح اطلع من عمان، راح اطلع من العقبه عشان تكون ارخص. فيبغالنا شويه كمان 10-20 دينار نجيبها ونسافر ونوصل لابو فله. وشكرا لكم على اللايكات وشكرا لكم على الكومنتات، مره حلوه ومره تحفزوني. ولا تنسوا رابط منصه احسن تحت الديسكربشن. باقي لنا شوي وناخذ 20 دينار ونقدر نسافر. فالحين الخطه يا شباب راح تكون راح اغير المكان اللي انا فيه، واتوقع ان راح اغير تجاره المويه. عارف انها مربحه بس لازم نغير، لانه انا طفشت تمام، فلازم نغير اشياء حتى لو نطلع فلوس عشان انتم كمان. فاذا عندكم اي اقتراحات ولا اي شيء اكتبوا لي تحت في الكومنتات، تساعدوني مره افكاركم حرفيا. بسوي اي شيء، ولما نروح ابو ظبي هناك ان شاء الله بيكون كل شيء تمام. وابو الفله القرش واصلك واصلك يا حبيبي. الحين وصلنا، بنروح نسأل كم تذكرة وين نقدر نروح بالباص. فهذا أرخص شيء يمدي يوصلني تقريبا أو يلف فيني عمان. فإن شاء الله يكون كل شيء تمام ونقدر نلاقي شيء رخيص عشان نوفر. لسان بدي أسألك إنه لو البطاقة هون عشان أطلعها بكم؟ البطاقة؟ آه سعرها دينار فاضية. طيب لو أطلعها من التطبيق بيكون أرخص ببلاش؟ هسا التطبيق لحال البطاقة لحال. اه التطبيق، ايش الفرق بين التطبيق والبطاقة؟ التطبيق اللي هي البطاقة الافتراضية، يعني ما بدك تشتري انت بطاقة عليها. بتكون ببلاش؟ اه ببلاش. اه يعني الفرق انه بدفع هون دينار. دينار هاي البطاقة لها 3 سنين. اه والتطبيق الى الابد ببلاش. طيب وين بقدر يوديني الباص؟ الباص بوديك دوار مدينة الرياضية. اوكي اوكي. هاي محطة طارق. اه متحف. تمام. بالمتحف في باصات ثانية بوديوك اللي هو على عبدون. عبدون بقدر اروح من المتحف الى عبدون. اشارات وادي صقرة. طيب البطاقة هي لباص عمان وباص السريع. اوكي. طيب من هون عشان اروح للمتحف بعدين عبدون، كم يعني تقريبا من هون لعبدون، من هون للمتحف كم حيكون؟ 55 قرش. وطيب مثلا بوسط البلد كم راح تكون؟ نفس الشيء 55. يعني كل الاسعار 55 ولا في؟ بس في الفرق انه هون بتركب الباص السريع 55، بدك تركب باص عمان بيختلف الاجراء بخصم 10 قروش، يعني 65. يعني شباب الحين سالناهم زي ما شفتوا في الباص السريع وباص عمان، بطلعها من الجوال بتكون ارخص وببلاش، فعشان لا ندفع دينار لازم توفير بكل فلس، فهمتوا؟ فالحين انا اقدر اطلعها من الجوال بعدين اقدر اروح اي مكان. يعني الحين انا الخطه انه اروح، قال زي ما قال لي ايش قال؟ زي ما قال لي تروح عند التمثال ولا ما ادري وين، بعدين نروح على عبدون، من هناك عبدون يمدينا نطلع فلوس ويمدينا نسوي اشياء اكثر، فهمتوا؟ فاكتبوا لي انتم تحت بالكومنتات وين تبغوني اروح ولا ايش تبغوا اسوي؟ فلانه انتم جزء كبير من السلسله، فنص قراراتكم او نص السلسله ماشي عليكم، فاكتبوا لي تحت في الكومنت ونكمل المقطع. اليوم ما اتوقع انه راح نطلع فلوس او شيء زي كذا، بنحاول ندور اشياء جديده للسلسله، بنروح نقدم على المطاعم وعلى اشياء زي كذا نشتغل عندهم ونشوف يا رب يعني تصير شيء وتصدف معانا ونشتغل. يا رب نلاقي وظيفه يا شباب والله. اسمع انا قاعد بسوي مقطع يوتيوب تمام؟ ما اقدر اشتري الا من القرش، ما معي الا ميزانيتي محدوده، فهمت؟ انه ما اقدر ادفع شيء. ضيافه. ضيافه، اوكي اللي تبغاه انا موافق. كثر شطه كثر شطه. كمان الله يسلمك، شكرا كثير. طيب يا شباب دخلنا هنا قدمنا وظيفه، قالوا نتكلم معاك وجانا سندويش فلافل ببلاش. يعني انا من زمان ما اكلت والحمد لله، الله يعطيهم العافيه، احسن مطعم مطعم حماده يا شباب كلكم عنده.
خلصنا هذه السندويش فلافل يعني يعطيهم العافية والله. يعني أنا كنت مرة جوعان والحين الشبع ويلا نروح المطعم اللي بعده. شباب هذه لازم نكب هنا لا تلم الأوساخ في الأرض، وأصور فيه مقطع للمكان وأسوي منه محتوى ويكون إعلان للمطعم إذا في مجال يعني. طيب تابع مع ابو امير هذا الموضوع، خذ رقمه وياخذ. اوكي الاكيل قالوا لنا بكره في عندنا مقابله ان شاء الله، فتكون المقابله حلوه ويا رب يا رب نتوظف. شباب لازم نتوظف يرحم امكم، كيف نبغى نوصل لابو فلة بدون فلوس؟ لازم فلوس ونوصل احسان تحت. الله يسعدكم كلكم. في ناس اتوقع كذا يحسبوني اني استغل المنصه مو للخير لانه ازيد فلوس، لا والله يا شباب بالعكس، انا ابغى لكل الخير وانا كذا انه اكون متحمس، فهمتوا كيف؟ فلا تسيئوا الظن لو سمحت. طيب يا شباب لازم نقطع على الشارع قبل ما نموت، وبسم الله الرحمن الرحيم. اركض. وصلنا الاول والحين الثاني 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 على السريع. شوف شوف سريع السريع، واحد اثنين ثلاثة، طنق 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 طنق. الحمد لله على السلامة يا شباب، انتبهوا على حياتكم ولا تستهروا ولا تستحتفروا بالطرق السريعة. يا شباب احنا الحين ببيتزات قاعدين نقدم نشوف، فقولوا استنى شوي. فشكرا على كومنتاتكم، قاعد اقرا كومنتاتكم واحد واحد، شكرا لكم الله يعطيكم العافية. هذا كان المقطع، شكرا لكم على المشاهدة، انسوا لايك والاشتراك ورابط منصة احسان تحت. عارف ان المقطع خفيف كذا لطيف، حبيت اغير شوي لانه كله اول شيء كانت بيع، اذا تبغوني ارجع ابيع ما عندي مشكلة، ببيع قد ما اقدر. والحين قدمنا لكم وظيفة، بكرة عندنا مقابلات بنصورها ان شاء الله كل شيء تمام. شكرا لكم على المشاهدة، نشوفكم باليوم السادس.